هون في سبلايرز اكيد من دول الخارج. كمان في رح يصير في لانشينج لنيو برودكتس اول مره بينزلوا على السوق اللبناني. كمان هون كل الاشخاص يلي عم بنبشوا على موزعين لالون بيقدروا كمان يستفيدوا من زياره المعرض. المعرض مساحته 12000 متر مربع، يعني الواحد بده اكثر من نهار واكثر من زياره تيتجول فيه. مشان هيك اذا الواحد بفوت على الويب سايت تبعنا بيقدر يقشع كل النشاطات وكل الاكتيفيتيز اللي رح تصير. بيقدر يروح على الشاشه تانيا. طيب قضي نهار كامل عندكم تانيا، الشخص بده يقدر ياكل، فكرتوا بهالموضوع؟ ما في عنا مش وين ما كان بنلاقي الشيف مارون اكيد، ولكن في عنا اريا مخصصه للاكل الصحي بالاضافه للطبخ اللي راح يصير. في كوكينج كومبيتيشنز هالسنه مثل السنه الماضيه؟ مش ككومبيتيشنز، ولكن في عنا اشهر الشيفيه واخصائي التغذيه اللي راح دغري يطبخوا لايف بالكوكينج سبيس. اكيد في كمان برايفت ايفنت، هلا هو برايفت فما رح نحكي كثير عنه، ولكن ضروري نخبر المشاهدين شوي. الحقيقه هالبرايفت ايفنت الهدف منه انه نقدر نخلي مجموعه من النساء انه تقدر تستفيد من خدمات المعرض، ولكن على مصغر، يعني كبيرسونال ادفايس، بيرسونالايزد ادفايس، يعني كل شخص بيقدر اكثر اهتمام شخصي اكثر. اي لانه مثل ما عم نقول يعني 40000 زائر هيك على رواق بيقدروا. هذا نوع من التكريم عم بتقدموه انتم لبعض الاشخاص اللي بتختاروا. تماما. بدنا يعني نرجع نذكر المشاهدين تانية ايمتى المعرض؟ بين 19 المعرض ببلش نهار الجمعه ب 19 الشهر بلبيال، بيستمر لنهار الثاني 22، وبيفتح من الساعه 3 للساعه 10 يوميا. والدعوه مفتوحه للجميع، بيقدروا يتسجلوا على الويب سايت، هيك بيوفروا على حالهم وقت الانتظار. كل الخدمات مجانيه بقلب المعرض، والمعرض هو كمان للرجال مش للنساء بس، وللكبار والصغار كمان. لانه اوقات بفكروا حالهم انه هن مش معنيين الرجال، مع انه لا، اليوم الرجال صار عم بيهتموا على قد النساء اذا مش اكثر. شكرا لك تانيا عقبال كل سنه، واكيد بنصح المشاهدين يستفيدوا من هالفرصه الاستثنائيه. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. وقفه جديده مشاهدينا ومنكمل.